أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبي فهذا شهر صوم فاغتنمه وحث السير للجنات سعيا فكم من صائم قد غاب عنا كم من إنسان صام معانا رمضان الماضي الآن هو تحت القبور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن يسبح تسبيحا والله يا أخواني لي قريب مات في هذا الشهر فكم من صائم قد غاب عنا فهل من عبرة إن كنت حيا تزود بالفضائل واغتنمها كفى ذنبا وإسرافا وغيا كفى ذنبا وإسرافا وغيا.